عنه وسيدنا أبي الله هم رضي الله تعالى عنه سبي بني رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي الوامد رضي الله تعالى عنه سبي حنت رضي الله تعالى عنه سبي حبت رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي الله رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي تجار رضي الله تعالى عنه سبي طلحة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي العوير رضي الله تعالى عنه سبي حبيب رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله تعالى عنه سبي أيوب رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خالد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي زهيرة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خزيمة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي داود رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي عاصم رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أن مدام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وزكاة تهية على المصطفى المختار خير البريت بسائر الصحاب أجمعين رضا الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تهرى بقضاء حاجات الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفر عن ذكره الغافلون رضي الله عن الباكر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله أدعي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بإسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة إلهي سلم الأمة من العافات واللقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام جميع هذه ياسين بقائد الإداء والطف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله في سلك ربا عن العاصفين والأطبا وكل بلية وربا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله وقم من نعيم وقم من ذلة فصلت وقم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
صلاة الله عليك ذا العسر وقم أوليك ذا الفقر وقم عافيت ذا البزر بأهل البطير يا الله صلاة الله سلام الله لقد وقعت على القلب جميع العرب مع رهبي فأنجي من البلا السعدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منة الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي يا جليم لماتي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله ونكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة أنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله وصلي على وصلي على النبي الكريم بلا هد ولا حسر وآل سادة غر وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل سيدنا مريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل سيدنا مريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم إلى حضرة نبينا وشفيقنا ومنجينا مرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سائل أهل خير كلهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول لا أكثر وهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أغراقهم أغلالا وهي الذي قال بهم مكفرون وجعلنا بين أيديهم سدهم وخلقهم سدهم وسلمهم لا يرسلون وصفع عليهم أنذرتم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نهر نهي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء أهل المرسلون إذا أرسل الله إليهم اثنين فقد ذهبوا ما فأزدنا بثلاثة وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثل ما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إلا أنت المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لا إلا من ذهن أرجمنكم ليمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم عليكم أن ذكركم بل أنكم مسرفون وجاء بالأكس المدينة رجل نساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجر المهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بل لا تغرب علي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون كل ذو فضل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي هذه من جنون السماء ما كنا منزلين إن كان سبلا سبيهتم آيذ وإذا مخامدون يا سرطا علي بادي ما يهتم رسول الله قال به يستاذرون أعلم نربكم أهلكنا قبله ونقومون أن أهليهم لا يرجعون الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في ملك يسبحون وآيات اللهم أنا أحب الله ذرية في المشؤون وخلقنا لأخذره ما يركبون وإن نشأ نغرق ولا صريخ لهم لا منقذون إلا رحمة منا مطان لاهين وإذا قيل لهم دقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما أتعدي من آيات من آيات ربهم لا قالوا إنا مردين وإذا قيل لهم فيكم رزق الله قال الذين كفروا الذين آمنوا رجعوا عند وشاء الله تعمل أنتم من عفية ضلال مبين ويقول تعالى وعنه لا سويه تواجدة ضيفه مخصمون فلا يستطيع عند وشاء ولا إلى أهل مرجعون إذا من الجلال رب ينصرون قالوا يا بيرنا من باثنا مركضنا هذا مع بعض الروح بل سويق المرسلون إن كان سلا سويه تواجدة وإذا من جميع الذين مضرون فاليوم لا تهضروا مصر شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا سبحانه وتعالى في زول فاكهون فهم أزواج في ظلال إن الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعوذ بكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إلا هو لكم عدو مبين ونعبدني هذا صراط مستقيم ولقد أضل جبلا كثيرا أفلم تقولوا تعيكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سروها اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على آخرين واستمسوا وأطفالنا يبسلون ولو نشاء لمسخرهم على مقاعدهم فما استطاع مضيهم ولا يرجعون ومن عمر سوء الخلق فلا يعيكلون وعلمنا الشعر ما ينبغي لنا إلا ذكر القرآن مبين إنذر من كان حيا ويهيك القول الكافرين أول مرونا خلقنا لهم مما عبد عدينا نعبهم لها مالك وذل الله عالم من ركوف من يعذكرون ولو فيها منافع صارمة فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولم يجدوا مضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسر ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الذي رميم قل هي الذي أنشأها المرء بكل خلق عليم الذي جعل لكم الصدر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.